حقيقة أن الشعب الأردني ميال جدا لهذه التجمعات الاقتصادية لأنه يرى فيها دعما له. يعني الأردن هو أصغر الاقتصادات الثلاثة، ولكننا لو نظرنا إلى الصورة الكلية يعني يطمن الشعب الأردني أنه يتعامل مع دولتين شقيقتين كبيرتين، واحدة فيها ثروات لم تستثمر بعد وثروة كبيرة جدا، والعراق نحن لنا معه كمان علاقات يعني مستقرة، وفي هنالك البنى التحتية لتسهيل التبادل والتعامل موجودة يعني بين البلدين، بغض النظر عن الظروف التي يعني سادت في السنوات الأخيرة. يعني دكتور جواد، أنا هنا يمكن أقاطع حضرتك واستأذن حضرتك في الفقرة الأولى، أنا يمكن ما ذكرت النقطة. ضيفي العزيز كان بيتحدث عنها أنه مصر أصبحت وجهة للعراقيين والسياحة بعد 2003، وهنا يعني للأمانة التاريخية أنه الأردن كانت حتى قبل هذه يعني تحتضن العراقيين في التسعينات وحتى قبل ذلك، يعني هذه للأمانة الواحد يذكرها. يعني شكرا بارك الله فيك. فهذا اللي قصدت يا سيدي بقولي بأن البنى التحتية من العلاقات الإنسانية والتبادل التجاري والترتيبات المصرفية وغيرها موجودة. يعني الأردن ليس بحاجة لأن يعيد تكريسها ويعيد إحيائها وتطويرها بما جرى من تطورات تكنولوجية ومصرفية في هذا المجال. كذلك نحن يعني علاقاتنا التجارية مع مصر تزداد مع الوقت، وهنالك عمالة مصرية كبيرة تعمل في الأردن، ونحن أيضا نعتقد بأنه أي بناء يسهل عملية مرور هذا التبادل التجاري. لماذا؟ لأن الأردن سينظر أن شريكيه يعني فيهم حوالي 140 مليون نسمة زائد 10 في الأردن، فنحن نتكلم على 150 مليون نسمة. هذه سوق كبيرة. إذا خفضت التعرفة الجمركية أو وصلنا إلى ما يسمى باتحاد جمركي في المستقبل، وانتقلت البضائع بسهولة وبنيت الصناعات المشتركة، أعتقد أن في هذا فائدة كبيرة لكل الأطراف. الأردنيون أيضا يريدون طاقة متاحة، يعني والأردن يعتمد على استيراد النفط من العراق أحد المصادر المهمة، ونحن نريد تعزيز ذلك إذا مد خط النفط في المستقبل بحيث يأتي من البصرة إلى العقبة ومن العقبة إلى صحراء إلى شبه جزيرة سيناء. يعني كلنا ممكن أن نستفيد من هذا. العراق إمكانياته للتصدير لم تصل بعد إلى مستواها الفعلي، والعراق قادر على تصدير 6 مليون برميل في اليوم. أنا في تقديري أنه هنالك وسائل كبيرة جدا يعني ممكن تطويرها إذا سهلنا وبنينا مشروعات استراتيجية تسهل حركة الناس وتلاقي الناس واتفاقهم فيما بينهم على الدخول في مشروعات على مستوى القطاع الخاص.